الأصلع. أستفيد من جميع فقرات هذا النشاط، كما أرجو للسادة الأساتذة المتقاعدين طول العمر والعيش بسعادة وهناء وعافية بين ذويهم، وأن يجزيهم الله خيرا على ما قدموه وما أسدوه من خدمات جليلة لفائدة التلاميذ. كما أدعو الله تعالى للمدير الجديد بالتوفيق في مهامه الجديدة وللتلاميذ المحتفى به مزيدا من التألق والنجاح، وجميع تلميذات وتلاميذ هذه المؤسسة الطيبة. ولا أنسى أن أشكر جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على الخدمات التي تقدمها للناشئة لإعدادية المسيرة، كذلك ومناشد وأيضا ثانوية القدس الإعدادية، على مشاركة هاتين الإعداديتين في هذا الاحتفال. ولا يفوتني أن أتقدم بشكر جزيل إلى جميع رؤساء مؤسسات هاتين الإعداديتين وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا النشاط، خاصة اللجنة المنظمة من موظفين ومن تلاميذ. نسأل الله تعالى أن ينصر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ويحفظه في ولي عهده، ويسون كافة أفراد أسرته الكريمة وشعبه الوفي، إنه على ما يشاء قدير وبالاستجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. الذين صراحة بغير دعمهم وبدون دعمهم ومساندتهم للجمعية لن نستطيع أن نقوم بأي عمل ذو جدوى. ثم في الأخير أود أن أتقدم بالتهاني إلى الأستاذ القدير والأخ العزيز السي حسن قدير، وأهنئه باسمي الشخصي وباسم أعضاء مكتب جمعية آباء أمهات وأولياء التلاميذ، وكذلك نيابة على جميع أولياء التلاميذ، على الخدمات النبيلة والمجهود الجبار الذي بذله في سبيل تأطير وتربية الأبناء، لأن المهمة التي كان يقوم بها السي حسن الله يجزيه بخير كان يقوم بمهمتين مزدوجتين، وبالنسبة إلي أولاهما كانت أهم. السلام عليك ¡Gracias!
لاباس. واش دمقتي فيا لا شبيه؟ ما شفتوش ما عرفت انا كاع. صافي غير سكتونا انا غنجفو. يا لا شبيه. انا ما شفتوش. بغيتي عباس غيضرب؟ مستقبلي خلاها صاحبي الزواج كله مشاكل. دابا فمن غنفرط؟ شكون غنختار؟ شكون غنختار؟ شكون غنختار؟ نوضا ولدي نمشيو نشوفو اش بغا صحيا ونفسيا وينفعو نفوسهم وحتى عائلتهم. اولا لا ابتسام انا معاك اختي حيت انا دابا واعيه وعارفه ونقدر نعاونكم حيت المعرفه بالعقل وماشي بالعمر. علاش ما نعتبروهاش المعادله الرياضيه؟ كيفاش معادله رياضيه؟ ما فهمنا والو. غير صبروا انا غنشرح لكم. كنعني بها الا مشى كل واحد منكم بنظره خايبه على الاخر انا متاكده بلي غادي نحصلوا على حباب من برا وعجيان من الداخل. ولكن الا مشى كل واحد منكم بنظره زوينه على الاخر ومتوقع الموده والرحمه من جهه والحب والحنان من جهه اخرى حتما غادي نحصلوا على عائله. مشاهدينا الاعزاء الى حين مشاهده المسرحيه وشكرا. الثانية عشرة ونتمنى لكم فرجه ممتعه. داخله خارجه الله يستر. واش انا مجوج بمراه ولا مجوج بطوبه؟ زماني توحشتيني وهاني جيت يا سعديه فرحي. توحش فيك الموت بوسعي. اش كتقلب؟ وباش واحد اتاي مشحه امنعني عندك فلوسو ولا داك الشفر دخوك كيجي ليا كل ميزه صرفيه مع صحاباتك تقولوا كتبيعوا الحشيش وانا كتخليني بالجوع واجي بعدا. وداك الدري اللي ساير كيتسلقط برا ما عندوش الدار يا اللي راه ديك البارح قلت كيضو مع شفين كان مع سته وفي السلامه. ايوا فين كان؟ جبت الهضره كملها الله يرحم ليك الوالدين. شوفي اختي نقول لك انت صاحبتي بصح ما تقلقيش. ايوا اختي غير قولي نسيا البركه قد الحوم في الشوكه غير قولي وكان. واه هاي ماشي مشكل. ايوا قولي اختي راجلك البارح مالي اختي فين كان؟ ياك ماشي ما عليناش شتي انت باش تبقي تضربي راجلك ولاد كيتسردوا.